في عالم النبات غالبا ما يخفي الجمال قوة هائلة. لننظر إلى نبتة قفاز الثعلب ديجيتاليس بيربوريا أو قفاز الثعلب. ليست مجرد نبتة جميلة تزين الحدائق، تخفي أزهارها الجذابة على شكل جرس سرا قويا جليك صيدات القلب، ومن بينها يعتبر الديجوكسين هو النجم اللامع. تعمل هذه المركبات بشكل مذهل على القلب عن طريق تثبيت مضخة الصوديوم والبوتاسيوم ATPA. يبدو الأمر معقداً، ببساطة إنها تعزز انقباض عضلة القلب وتحسن تدفق الدم. لنأخذ الديجوكسين كمثال، إنه شريان الحياة للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب وبعض أنواع اضطراب نظم القلب مثل الرجفان الأذيني. يساعد القلب على الضخ بشكل أفضل ويحافظ على انتظام ضرباته، لكن تذكر أن الجرعة عملية دقيقة للغاية، فالإفراط أو التفريط قد يكون خطيراً. لهذا السبب فإن المراقبة الدورية ضرورية للغاية. لذلك في المرة القادمة التي تعجب فيها بنبتة قفاز الثعلب، فكر فيما هو أبعد من جمالها. لطالما كانت هذه النبتة حجر الزاوية في طب القلب لعدة قرون، حيث تعمل كجسر بين الطبيعة والطب الحديث. استشر دائما أخصائي رعاية صحية للاستفادة من إمكاناتها الكاملة بشكل آمن.